بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم هبه من قناه بيتك اجمل معايا. النهارده هنعمل صلصه الطماطم مع بعض، اللي هي صلصه المكرونه السهله جدا. هتلاقي المكرونه بتاعتك طعمها حلو وحمرة جدا معاكي. دلوقتي الطماطم غاليه جدا، عندنا الطماطم بتتراوح سعرها من 12 ل 14 جنيه، يعني الطماطم اللي احنا اصلا عمري ما في حياتي ما رحت اشتريها دلوقتي وصلت 10 جنيه، اللي هي المفعصه اللي ما ينفعش اصلا اللي احنا نشتريها. طب احنا هنعمل ايه؟ مستحيل طبعا انا هشتري لولادي او لبيتي طماطم بالشكل دوت واضربها في الخلاط. انا لو ما كانتش الطماطميه قدامي سليمه كده وبحالها ومقفوله مستحيل احطها في الخلاط عندي. ده مبدأ انا ماشيه بيه، معرفش انتوا زي كده ولا ايه. ده عهد واخداه على نفسي، اللي الطماطم لازم تبقى ناشفه كده وصحيحه. اي نعم ممكن اجيبها كده واحطها في الثلاجه مثلا تضطر معايا شويه اضربها في الخلاط، لكن ما ينفعش ان انا اجيبها من عند البياع او من عند الراجل اللي انا بشتري منه الخضار اجيبها مستويه، مش بحبها كده بصراحه. في ناس بتحب كده لكن انا رافضه المبدا دوت بصراحه. النهارده بقى سيبك بقى من الكلام ده كله، دوشتكم معايا. النهارده هنعمل صلصه الطماطم بالطماطم ديت اللي هي الطماطم المعلبات. هناخد منها حوالي كده مثلا كيس المكرونه هياخد منها 4 معالق صلصه من ديت، وهنعملها مع بعض بجد حلوه جدا. هنوفر كمان في الطماطم، يعني مش عشان تعملي شويه مكرونه هتروحي تشتري كيلو طماطم ب 14 جنيه ولا ب 12 جنيه، لا هتشتري بطرمان زي دوت هتاخدي منه يا دوب 3 او 4 معالق على حسب الكميه المكرونه اللي انت عاملاها. يلا بينا نروح ننفذ على البوتاجاز واقول لك الطريقه ازاي وهتطلع معاكي حمرا ازاي. انا دلوقتي حطيتها على النار حله وحطيت فيها حوالي 4 معالق زيت بالشكل ده كده او حسب الزيت اللي انت بتحبيه، وهنزل عليهم ببصلايه صغيره جدا انا مقطعاها على ايديا، مش مقطعاها ولا بشرها، مقطعاها مكعبات صغيره جدا على ايديا بالشكل ده كده. هبدا ان انا اقلب البصله لحد ما تتحمر معايا، وهكون مجهزه جنبي البطرمان بتاع الصلصه. هفتح الصلصه دلوقتي عشان يبقى جاهز جنبي بالشكل دوت كده. هبدا احمر بقى البصله كده لحد ما تاخد معايا لون بالشكل دوت كده، اكنك هتعملي صلصه عاديه خالص. هتضربي القوطه في الخلاط وهتنزلي بالصلصه بعد ما البصله تتحمر، مش حبه بصله ما تحطيش. في ناس بتحب المكرونه بالثوم، في ناس بتحب المكرونه من غير ولا بصله ولا ثوم، بتحب صلصه كده بالزيت وخلاص، لكن جربيها بالطريقه ديت بجد هتفرق معاكي جدا. وكمان لو مستعجله هتحطي 3 او 4 معالق صلصه هيدوا للمكرونه شكل وطعم تحفه حكايه. يعني محدش بقى يطلع يقول لي اصل الصلصه دي مواد حافظه وغلط. احنا متعودين ان احنا بنحط اصلا في الطبيخ العادي او الاكل العادي معلقتين صلصه، لما تزودي عليهم معلقتين تاني مش هيحصل حاجه، يعني مش هيفرقوا، يعني انت كده كده بتحطي اصلا معلقتين عشان يحمروا اللون. فانا النهارده جايه اقول لك لا، الطريقه ديت هتريحك قوي. طماطم دلوقتي غاليه جدا وصغيره قوي، تحسي ان هي عامله زي البلحه، مش كبيره ولا اي حاجه بالشكل دوت كده. البصله بدات تتحمر معايا، البصله اهي اتحمرت معايا بالشكل دوت كده. هنزل بقى بالطماطم عليها، بصي حطيت 3 معالق انا دلوقتي حطيت 3 معالق صلصه وحطيت عليهم نص كوبايه ميه بالشكل دوت كده، وهحط الملح وهحط الفلفل الاسود. ثواني اجيب الملح والفلفل. انا دلوقتي هحط بقى الملح والفلفل الاسود، انا ما بحطش حاجه زياده على المكرونه غير الملح والفلفل الاسود. اي نعم بزود الفلفل الاسود شويه عشان بيديها طعم حلو وبيديها كده نسبه حرقان حلوه. وهحط الملح، انا حطيت الفلفل، هحط دلوقتي الملح بالشكل دوت كده، مش هزود ملح. خلاص كده حطيت الملح وحطيت الفلفل الاسود، هقلب بقى بالشكل دوت كده. لو حسيت ان انا محتاجه احط ميه وهي تقيله احط، لو حسيتيها اللي هي خفيفه ممكن تزودي معلقه صلصه، لكن كده تمام. زي ما انا قلت لك 3 معالق صلصه عليهم نص كوبايه ميه
بالشكل دوت كده. هسيبها بقى تتسبك على النار شويه علشان خاطر تديني القوام الحلو اللي انا عايزاه. بصي بالشكل دوت كده اتسبكت معايا وبقى لونها كده حلو وقوامها كمان بقى حلو. هعمل ايه بعد كده؟ انا حاطه حله فاضيه على النار، هنزل بالصلصه دي في الحله الفاضيه علشان خاطر المكرونه انزلها بعديها عشان خاطر الحله دي صغيره. دلوقتي بقى انا حطيت الحله اللي انا قلت لك عليها على النار، هبدا انزل بكميه الصلصه اللي انا عملتها بالشكل دوت كده، علشان بس انا عاملاها في حله صغيره فهنزل بيها في الحله اللي انا سلقت فيها المكرونه بالشكل دوت كده. وبعد كده هنزل بقى المكرونه اللي انا سلقاها عليها. هوريكي دلوقتي. دلوقتي بقى انا نزلت بالمكرونه، كميه المكرونه كلها اللي انا سلقاها، هبدا بقى اللي انا اقلبها. بصي لسه الصلصه تحت. طبعا انا مولعه النار علشان خاطر تتقلب معايا وتديني سخانيه كده وانا باكل، تبقى سخنه يعني ما تبقاش ساقعه، لان المكرونه ساقعه يعني المكرونه مصفياها وشطفاها فساقعه. بالشكل دوت كده المكرونه بقت معايا جاهزه. بصي لونها بقى حلو ازاي، لونها احمر ازاي. هغرفها بقى في الطبق واوريكي دلوقتي بعد ما اغرفها هتبقى عامله ازاي. بس ده بقى كان معايا طبق المكرونه بالشكل دوت كده. الف هنا وشفا، جربيه بالطريقه ديت ان شاء الله هيعجبك وهيعجب بيتك وهيعجب اسرتك واولادك. بس كده دي الطريقه بسيطه بتاعتي، ما اشتريناش طماطم غاليه ولا اشترينا حاجه. لو انت مفرزه طماطم في التلاجة عادي اوريدي ضربيها في الخلاط ويلا قومي اعملي شويه مكرونه كده حلوين. كمان رشي عليها شويه فلفل اسود كده من فوق الوش بيدي طعم حلو جدا. جربي الطريقه ديت. طبعا لو ما بتحبيش الحراق بلاش خالص. بصي بالشكل دوت كده هيديكي طعم وهيديكي لذيذه كده حلوه جدا. اتمنى يكون الفيديو النهارده عجبك. لو عجبك الفيديو دوسيلي لايك، ولو اول مره تشرفيني دوسيلي اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.